Será que no chão? Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف انكم كفو قدها وبنقدر نجيب ابو ال 100,000 لايك. فصوا اصدقائي، بتمنى من كل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا كان مشترك، يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. واليوم يا اصدقائي كمان راح يكون في بث مباشر على تطبيق نونو لايف. حملوا التطبيق من الروابط اللي راح تلاقوها تحت في صندوق الوصف، وابحثوا عني عن طريق الاي دي 10 20 30. اليوم بالبث المباشر كمان رح اوزع اكواد سكن السجين، وكمان الاكواد بتتوزع على ستوريات الانستغرام عندي، فراح احكي عن مواضيع الاكواد نهايه الفيديو. اللي حاب يعرف يتابع الفيديو للنهايه، بنهايه الفيديو ان شاء الله راح احكي عنهم. طيب اصدقائي، شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم اصدقائي راح يكون ان شاء الله على حاضنه الجوكر. فطيب اكيد مش بحسابي، لانه بتعرفوا انا بحسابي عندي حاضنه، عندي سكنات الجوكر كلهم، راح يكون بحساب احد المتابعين. نزلت ستوري على الانستغرام وقلت اللي ما اشترى شيء من سكنات الجوكر يبعث لي صوره بروفايله، فاللي بلاقيه ما بيشحن راح اخذ حسابه واحرق له ابو الماكينه. واخترت هذا البروفايل من صديقنا بلال. مثل ما انتم شايفين يا اصدقائي، صراحه عجبني بروفايله، 5000 لايك، رتبته بالهيرويك، فاير باسات ما شحن غير فاير باسين، يمكن مجرى تخفيضات. فاخذت حسابه يا اصدقائي وقررت انه انا اشحن له، وراح نشحن له اليوم. اول شيء 5000 جوهره، وفي عندنا كمان عروض تبع الشحن يا اصدقائي. ان شاء الله راح نحرق له ابو الماكينه، وراح نحاول نجيب له الفاير باس ونجيب له ان شاء الله اشياء اسطوريه بحسابه. طيب في عندنا هون الجواهر، هذول تبع عرض التيب اب اللي نزل جديد، انه تشحن 500 جوهره وتاخذ 500 كمان اضافيات. وكمان في عندنا هون يا اصدقائي الجواهر هذول، خلونا ناخذهم. والله هيك صاروا تقريبا 7000 جوهره صار عنده بحسابه، فعن جد 7000 جوهره راح نحرق فيهم ابو الماكينه. ان شاء الله راح احاول اجيب المهرجان المهرج الذهبي. صراحة المهرج الذهبي أنا بحب هذا السكن كتير، وإذا كان الحظ خرافي يمكن نقدر نجيب له سكنات الشباب التانيين. فخلونا نبدأ أصدقائي، ما نطول كتير، وأول 5 سكنات ونقول يا رب يا رب يكون حظ أسطوري. هذا مثل القرد، الله ياخذه بشكلك. أوكي، واحدة ذهبية، واحدة ذهبية من البداية، والله مبين الحظ أسطوري من البداية أصدقائي. كمان واحدة ذهبية، أو ماي جاد يا شباب، اثنين ذهبيات من نفس السبن، والله شيء أسطوري. طيب يا رب يضل الحظ أسطوري هيك والحظ خرافي، ونقدر نجيب له إن شاء الله، بلكي هيك إذا الحظ خرافي نجيب له حتى سكنات بنات كمان. طيب يلا اصدقائي نشوف شو راح يطلع لنا كمان بطاقات. شوفوا يعني حتى ما بيطلع له مشتقات الجولد، بيطلع لنا حتى بطاقات حاضنه، والله حظه رهيب. اوكي صراحه انا عجبني بروفايله، لانه حسيته ما بيشحن كثير، فيعني ومبين عليه انه مو فايز ابدا مع اي حدا قبل هيك، يعني حتى من اليوتيوبريه مش فايز. فيا ربي اصدقائي الحظ يكون خرافي اليوم، نقدر عن جد انه نجيب له نفرحه اقل شيء باثنين سكنات من سكنات الجوكر. طيب اكس بي مشتقات، الله ياخذ البطاقات، الله ياخذكم بطاقات السوق، والله راح يجي يوم راح اسوي فيديو عليكم. وانت يا قرد، انت يا قرد اللي قاعد، الله ياخذك يا اخي، يا اخي ليش 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 ما بتتعب ما بتتعب يعني، والله انا تعبت عنك. طيب واحدة ذهبية عندنا طلعتنا قبل شوي، وكمان قناع، والله قناع طلع لنا، قناع او ماي جاد. طيب هاي طلع لنا اول قناع يا اصدقائي بحساب صديقنا بلال، نايس، قناع واحدة ذهبية بنفس السبن، او ماي جاد. طيب هاي الخمس سبنات اللي بعدهم كمان يا اخي، الله يا شباب واحد بيبعت، وهذا القرد بنط، وصوت الماكينة والله ما بعرف، راح اخفي الصوت انا، هذا الصوت كله راح اشيله بالمونتاج صوت اللعبة. طيب يلا بطاقات، نايس، كمان خمس سبنات ونقول يا رب. يلا خلص اعطونا القناع الثاني، كم قناع هو بنحتاج عشان نجيب اغلى سكن اللي هو هذا المهرج الذهبي؟ اعطونا كمان واحدة ذهبية، ذهبيات والله من مشتقات الجولد، والله بتشبه الجولد. طيب بنحتاج عشان نجيب اغلى سكن المهرج الذهبي 5 ذهبيات و3 اقنعه، فبالنسبه للذهبيات عندي كثير، خلاص صار عندنا كثير، فبس بدنا اقنعه. اخذت قناع واحد، قناع واحد اعطيتونا، الله يقطع بشكلكم، اعطونا القناع الثاني، القناع الثاني خلونا نفرح. طيب اللي بعده يا اصدقائي، يا خلاص هذا شكله جالد السيرفر كله، قاعدين بيبعتوا له، ولا عنده اصدقاء كثير، ولا ما فهمت انا شو. الله يا شوف اصدقاء يا اخي، ضايف اللعبه كلها، ضايف السيرفر كله بحسابه. طيب نشوف اللي بعده يا اصدقائي شو راح يعطونا بالسبن اللي بعده. طلعتنا واحده هي ذهبيه، والله نايس. طيب كمان لا مش نايس، ذهبيات خلص عاد، والله خلص يعني عن جد بيعطوني واحده ذهبيه وبيحسبوها علينا انه اعطونا شيء نادر. طيب نشوف السبن اللي بعده، اكس بي، الله ياخذ، الله يقطع بشكل الاكس بي، كمان بطاقه. شوفوا السبن الخايس، كمان خمس سبنات ونقول يا رب يا رب هالخمس سبنات عن جد لازم يطلع لنا قناع. خلص والله تعبت خلص، ما ضل معنا جواهر، ما ضل معنا غير 3400 جوهره، يعني والله عيب عيب يا حاضنه الجوكر يا جولد. الله انت ياخذك يا قرد، والله انت اللي جايب النحس، والله انت اللي جايب يا شباب عن جد. شو فيه ايش فيه يا شباب، والله الحظ صاير كثير خايس بالحاضنه.
لا لا والله في شيء مش طبيعي عن جد. يعني يا هو صديقنا حظه خايس يا الحاضنة صايرة خايسة. يعني والله اول ما نزلت حاضنة الجوكر بتذكر صرنا صارفين، شوف اعطونا كمان وحدة ذهبية، صرنا صارفين تقريبا 5000 جوهرة. والله بتذكر اول ما نزلت حاضنة الجوكر هاي لما انا كنت صارف 5000 جوهرة كانوا عاطيني اقل شيء 3 اقنعة تقريبا. يعني والله عيب عاد، والله عيب. استحت واخيرا واخيرا سمعت انه عيب اعطونا قناع. طيب نايس، هاي حصلنا كمان على القناع الثاني، بقي لنا قناع واحد، قناع واحد، قناع واحد، وراح نجيب له اغلى سكن المهرج الذهبي. يلا يا رب يا رب يا حظ، ارجوك كون معي اليوم بس، والله مالي نفس اشحن ب 500 دولار كمان وحده ذهبيه. نشوف اللي بعده. اوكي طيب كمان 5 سبنات خلص يا رب بهال 2000 جوهر، لانه والله انا حاسس انه ما راح يعطوني اياهم، لانه اول يعني ب 5000 جوهر اعطونا قناعين، ف 2000 جوهره ما بعرف اذا راح يعطونا القناع الثالث او لا. يلا قناع واحد، قناع واحد بليز بليز، بس قناع. الله يقطع بشكلك يا بلال، حظك خايس يا صديقي، والله حظك خايس. والله حظك اخيس من حظ علي عمر. كمان واحدة ذهبية، ذهبيات والله عن جد انتم قرفتوني الماكينة، والله كرهت هالحاضنة بسببكم. اللي بعد يعني شوفوا، ثلاثة أقنعة بالحاضنة واحدة ذهبية وما بتيجي توقف غير عند الذهبية. طيب وقفت على القناع، وقفت على القناع، القناع الثالث، القناع الثالث يا شباب، والله القناع الثالث. طيب نايس، هيك أخذنا القناع الثالث وصار عندنا ثلاثة أقنعة. والله 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 ثلاثة أقنعة بنقدر نجيب له المهرج الذهبي، باقي عندنا كمان 1400 جوهرة. والله المهرج الذهبي، المهرج الذهبي، شاهدوا يا أصدقائي اليوم المهرج الذهبي بحساب صديقنا بلال. هاي 5 ذهبيات وثلاثة أقنعة وهيك جبنا له. الله يقطع بشكلك يا أخي، ما بتتعب أنت، ما بتتعب ما بتتعب، هاي الشخصية يا شباب ما بتتعب يعني. طيب سكرين شوت، وهي جبنا له الجوكر الذهبي يا أصدقائي، أغلى سكن بالحاضن. فطيب باقي عندنا 1400 جوهرة، ما بعرف شو نجيب له. خلونا نروح يا اخي، كم صديق عندك؟ فهمني بس يا بلال كم صديق عندك. طيب هون عندنا البطاقات، اه لسه في بطاقات للحاضنه. يلا بطاقات الحاضنه راح نرجع له، نرجع للحاضنه مره ثانيه. اوه نجوم تبع الجوك، تبع الجوك يا شباب، والله هذا مبين عليه لاعب قديم، هذول نجوم تبع الكريمينال الاخضر. طيب هذا الجوكر الذهبي يا اصدقائي، وهي الجوكر الذهبي صار بحساب صديقنا بلال. الف مبروك يا قلبي يا بلال، والله بتستاهل، والله عن جد مبين عليه لاعب قديم وعنده اشياء عن جد بحسابه، وكمان حسابه هيرويك يعني مبين عليه انه بيلعب. طيب خلونا هلا نجيب له الفاير باس يا اصدقائي، بما انه باقي عندنا 1400 جوهره وهو مشاحن هذا الفاير باس، فخلونا نجيب له اياه. طيب نسوي هون اكتل وزيغن، وهون يا اصدقائي ب 600 جوهره، وهي 600 جوهره، وجبنا له الفاير باس كمان. طيب نايس، هيك جبنا الفاير باس وجبنا له اغلى سكن بحاضنه جواكر. ما بعرف باقي عندنا 800 جوهره، شو رايكم نرجع للحاضنه مره ثانيه ونرجع نجرب؟ يلا خلونا خلص، خلونا نرجع للحاضنه مره ثانيه، نرجع نجرب. في عندنا بطاقات، اوكي جولد، اللي بعده رجعونا بطاقه. خلونا ناخذ 5 سبنات، ما اعطونا شيء. كمان 5 سبنات ما اعطونا شيء، صار عندنا 5 بطاقات، ناخذ هالخمس بطاقات كمان يا رب. تخيلوا بس لو بيعطوه على فكره قناع واحد بنقدر نجيب له كمان سكن، لانه عندنا ذهبيات، باقي عندنا 6 ذهبيات. والله يا بلال حظك جولد يا صديقي، والله حظك جولد، انا اسف بس هيك حظك، شو دخلني انا. فطيب اصدقائي، هاد كان، هاي كانت حاضنه الجوكر، وهاد كان حساب صديقنا بلال. الف مبروك قلبي بلال على سكن الجوكر وعلى الفاير باس، وهاد كان الفيديو لليوم يا اصدقائي. فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي بالنسبه لاكواد سكن السجين، اصدقائي كل يوم في بث مباشر، هذا الاسبوع كله راح يكون بتوت مباشره عباره عن رومات وتوزيع اكواد سكن السجين على تطبيق اسمه نونو لايف. بتقدر تحمل تطبيق نونو لايف عن طريق الجوجل بلاي او الاب ستور، او بتقدر تحمله عن طريق الروابط اللي ترك لكم اياها تحت في صندوق الوصف، رابط تحميله لاجهزه الاندرويد ورابط تحميله لاجهزه الاي او اس. بعد ما تحمل التطبيق ابحث عني بالاي دي 10 20 30، وراح تلاقيني كل يوم. كمان اليوم بعد ساعه تقريبا من انا احمل هذا الفيديو راح يكون في بث مباشر، كل يوم بتوت مباشره، كل يوم توزيع اكواد سكن السجين، فكونوا انتظار على البث المباشر على تطبيق نونو لايف. وكمان في اكواد بتتوزع على حسابي على الانستغرام، فراح تلاقوا رابط حسابي على الانستغرام كمان تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، فروحوا تابعوني على الانستغرام وخليكم مراقبين ستوري، والاكواد بتنزل على ستوري الانستغرام. فطيب اصدقائي كل الاكواد اللي حكيت عليها موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. وطيب يا اصدقائي فلهيك بتوقع بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو لليوم، فكان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير.